خلينا نتكلم عن فريق الكرة الطايرة اللي بيلعب دلوقتي مع النادي الأهلي في كأس السوبر المحلي. هو الماتش ترتيبي وإن شاء الله هنلعب بكرة في نص نهائي كأس السوبر في البطولة اللي بتتلعب للمرة الأولى. غالبا لو هي النتيجة لحد دلوقتي كام يا شباب؟ 1-0 1-0 في الأشواط لحد دلوقتي لنادي الأهلي، والشوط الثاني النتيجة 13-11 في النقاط في الشوط الثاني. إن شاء الله لو كسبنا المفروض إن احنا نقابل الجيش يا شباب، صح كده؟ ولو لا قدر الله طلائع الجيش، ولو لا قدر الله حصل هزيمة، يبقى هنكون في مواجهة الاتحاد السكندري بإذن الله. أنا بكلم الفريق من هنا، فرصة كبيرة إنك تحقق بطولة تعيد بيها الثقة للجماهير اللي مستنيين منكم كتير، واللي انتوا فرحتوهم الموسم اللي فات بدوري وكاس ثنائية، الموسم اللي قبليه بكاس. ان شاء الله يكون دافع للفوز ببطولة الدوري، خصوصا وان الخصم مش في افضل حالاته يعني، وانت تقدر ان انت بجد تفوز. انا عارفة عشان بس الناس انت معكش محترف، ودي حاجة مش سهلة وانت بتواجه الخصم وهو معاه 2 محترفين، معكش محترف، والموضوع ده صعب جدا وبيقلل من فرصك بشكل غير طبيعي، مفيش خلاف على ده. ليه نلعب من اجل تشيرت الزمالك؟ خلينا نلعب من اجل الكيان لاخر نفس ولاخر لحظه. انا عارفه الظروف اللي انتوا فيها مش سهله، لكن خلينا نلعب من اجل كيان نادي من اجل كيان نادي الزمالك، وننتفض من اجل كيان نادي الزمالك. هو بس اللي باقي، كيان نادي الزمالك باقي وهيفضل باقي وهيفضل مكمل لاخر لحظه باذن الله، ولاخر نفس في عمرنا كلنا. انت مش قليل، انت لعيب نادي الزمالك، فزت بالدوري في النسخه اللي فاتت، كان معاك 2 محترفين، ده طبيعي، وكانوا على اعلى مستوى. العب بس، اثبت لي جوه الملعب انك بتموت نفسك، وانا مقدره الظروف اللي انت فيها، غير محترفين، الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك كلها مش احسن حاجه، ولكن رجاله جوه الملعب زي ما عودتونا، وسيب الباقي على ربنا. واحنا متفاهمين الظروف اللي انتوا فيها، متفاهمين ان انتوا بتعانوا من مشاكل وعدم استقرار، والنادي كله بيمر بيها بالتاكيد في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ولكن ان شاء الله ان شاء الله العوده مره اخرى للانتصارات، والعوده مره اخرى للانجازات. نادي الزمالك كبير قوي وعمره ما هيقع، لا يمكن هيقع، كلنا في ظهر نادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك باقي وسيظل الكيان الاكبر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بإذن الله. طبعا برضو من الحاجات اللي كان عندنا مشكلة فيها إن كابتن شريف ما كانش بيتواجد، ده غير المحترفين بقى وغير مشاكل كتير مالية بيعاني منها الفريق، كابتن شريف كمان ما كانش بيتواجد على الخطوط لمباريات طويلة، ولكن الحمد لله المشكلة دي اتحلت، الراجل بقاله فترة موجود على الخطوط، والنتائج يعني الدنيا ماشيه. انت كده كده كنت بتكسب كل ماتشاتك، خلينا بس متفقين، هي الفكره بتبقى في مباراه الاهلي، تروح تقابل فريق عنده 2 محترفين وما عندوش المشاكل اللي عندك بالتاكيد، لاخر لحظه لاخر نفس، ومن اجل تيشيرت الزمالك ومن اجل كيان الزمالك اللي ليه فضل علينا كلنا، واللي ياما شفنا مع الحلو، ففي الوحش هنقف ونفضل مكملين رجاله، يعني تمسكوا على قد ما تقدروا لآخر نقطة في المباراة والآخر نفس والآخر شوط، واحنا عارفين ومتفاهمين الظروف اللي انتوا بتمروا فيها واللي بيمر بيها نادي الزمالك كله مش الطايرة بس. يمكن الموسم اللي فات كان خير دليل، ما كنتش أفضل حاجة في الأدوار الأولى، بعد كده في الآخر خدت البطولة، بس كان معاك 2 محترفين. الفريق دلوقتي بيضم طبعا نجوم كبار، ولاد النادي قادرين انهم يصنعوا الفارق، ده غير تألق الصف التاني زي سيف عابد، اشرف اللقاني، الناس اللي ظهروا بشكل محترم قوي خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد،
ولا لما خدوا فرصة كانوا قد الفرصة دي. بس هو انت بتتكلم عن مين؟ ما انت بتتكلم برضو سواء سيف عابد، اشرف، اللقاني، كل الشباب الواعد اللي طالع، او الناس اللي ما خدتش فرصة. يعني اشرف من اللعيبة متوسط الاعمار، سيف من الشباب اللي لسه طالع. بس هو انت بتتكلم على اتنين هم اولاد نادي الزمالك، فاهمين يعني ايه تيشيرت؟ زي رضا، وزي احمد فتحي، وزي احمد يوسف، وزي الناس اللي متواجده بالتاكيد، اللي لابسه التيشيرت ومقدرين قيمته. اللي لابسه التيشيرت ومقدره ايه، مقدرين قيمه التيشيرت اللي لابسينه، فاهمين ان اصل النادي ده اللي انا اتربيت فيه وعشت فيه وطفولتي فيه وذكرياتي فيه وحياتي فيه، وكنت اجي اذاكر فيه وادخل على التمرين، وكنت وكنت وكنت، فانا فاهم يعني ايه تيشيرت الزمالك. مش قاعد بقى يعني لا، طب وانا اعمل ايه؟ طب انا ما خدتش فلوسي بقى اعمل ايه انا دلوقتي؟ طب انا مش اه طبعا بيبقى محتاج فلوس، واه بيتكلم في فلوس وفي الاوض المغلقه، بس لما بينزل الملعب زي الاطفال الصغيرين، انا التيشيرت والكيان ده انا منتمي ليه، مش قادر يعني ايه، مش هكسب يعني عشان ما اخدش فلوسي؟ لا هلعب، هعمل ايه؟ ما انا في حاجه بتحركني جوايا اسمها حبي لنادي الزمالك. ما بعد ما بخرج من الملعب بتكلم انا عايز مستحقاتي، مش عارفه ايه، بشوف ان النادي بيمر بظروف صعبه، كل الكلام ده، ولكن في الاخر اللعيبه دي لما بتنزل الملعب عشان هي ولاد النادي، ما بتزرعش فيهم الحب بقى، وده اللي بنتكلم فيه، ما بتزرعش فيهم الحب، ما بتقعدش تقول له يا ابني حب النادي، يا ابني العب، يا ابني موت نفسك جوه الملعب، يا ابني هو ابن النادي، هو ابن النادي. ف كل التوفيق ليهم النهارده، كل الظروف ضدهم، خليني ابقى صريحه يعني كل الظروف ضدهم، ولكن انا بتكلم على امل اللي انا بحكي فيه ده، حب النادي والكيان اللي ليه فضل علينا كبير جدا، وكل الحاجات اللي انا بحكي فيها دي، هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، انه ان انت وانت بتلعب لا، انت هيبقى صعبان عليك ان الزمالك يخسر، انت هيبقى صعبان عليك ان انا لا انا هموت نفسي لاخر لحظه بقى وزي ما تيجي، هي دي الفكره، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه او بنشتغل عليه طول الوقت، خاصه خلال الفتره الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك في التوقيت ده. اللي عايزه اقوله انك لازم تلعب بروح علشان انت بتمثل ناديك نادي الزمالك، كمان انت مطالب انك تفوز بجميع البطولات، ولكن يمكن الظروف مش مؤهلاك لده دلوقتي، خلاص موت نفسك في الملعب وما تعرفش ممكن يحصل ايه. طب اقول لكم على حاجه، افتكروا مباراه الكاس، كاس مصر الموسم اللي قبل اللي فات، كنتوا نازلين بتلعبوا كاس مصر، الاهلي بكامل نجومه ومعاه اتنين محترفين، وانت معكش ولا محترف، والدنيا معاك مش احسن حاجه، وكسبت الماتش، كسبت كاس مصر 3-2. كانت ظروف صعبه جدا، وبرده كان في مشاكل ماديه، وكنتوش بتاخدوا مستحقاتكم الماديه، وكان في بعض الازمات والكلام ده كله، ولكن خدتوا كاس مصر كده بمجهودكم بروحكم بكل الكلام ده، نزلتوا خدتوا كاس مصر. هو ده اللي انا بقوله، انت بتلعب في نادي كبير ليه تاريخ كبير، وراك جماهير بالملايين، عايزاك تفوز، عايزه تفرح، عايزه تفرح بالتاكيد، فان شاء الله انتوا رجاله وقد المسؤوليه وهتقدروا تفرحوا. طيب خليني اتكلم عن فريق اليد، اللي الحقيقه كان عنده لعب ماتش في المرحله الثانيه، وقدر انه ماتشين في المرحله الثانيه، وقدر انه يفوز فيهم كالعاده على طلائع الجيش وسبورتنج، وان شاء الله يكون في طريقه للحفاظ على لقب الدوري للمره الخامسه على التوالي. الجميل في المباراه دي، انا بس مش متذكره النتائج قوي، بس يعني تقريبا مباراه الجيش خلصت فرق 7 وسبورتنج فرق 4 أو 5، صح كده يا شباب؟ المباريات خلصت بسكور حلو، وانا دايما بقول ان سبورتنج من يعني طلائع الجيش مباريات بلغه الرياضه كده رخمه، بالذات في كره اليد، مباراه بتبقى رخمه، مباراه فيها بدني عالي جدا وشد وجذب وضرب والتحام، هي مباريات بتبقى صعبه، فرق فيها فرق يعني فرق بلغه الرياضه كده، فريق طلائع الجيش من الفرق اللي بتفرق كتير، يعني بيفضل يدبيت ويحارب لاخر اللحظه، من الفرق العنيده جدا في كره اليد. فازوا عليهم تقريبا فرق 7، انا يعني هنراجع النتائج مع بعض خلال
فرق كام يا شباب؟ طلائع الجيش فرق 10 وسبورتنج 9. الحقيقه انه في ظل كل الاحداث بقى اللي بنحكي عليها دي، وبرضه المحترف بتاعهم لسه ما تسجلش وكل الحاجات دي، ولكن كره اليد هي حاله منفرده، حاله خاصه، ربنا يحميهم. يعني فاز على سبورتنج اللي هم من الفرق اللي دايما بقول مبارياتها مباريات المفاجآت، يعني دايما عندنا هيستوري كده مع سبورتنج ان هم دايما بتلاقي ان هم بيحصل دايما مفاجآت. يعني لو هتلاقي ان في بطولات مثلا خسرتها او كان عندك مشاكل فيها او الكلام ده، في الغالب بتبقى من سبورتنج، يعني او جانب كبير منها ممكن يبقى عن طريق سبورتنج. كسبوا فرق 9 ولسه بعد فترة توقف وكل الكلام ده. طيب تعالى المباراة طلائع الجيش فرق 10، ناس بتدي رسالة في بداية عودة الدوري مرة أخرى، إحنا جايين نلعب باستماتة، مع إن ممكن بقى الفرق اللي جاي يقول لك يا عم ده الظروف في نادي الزمالك صعبة وعندهم أزمات ومش عارفة إيه كل الكلام ده. فيش إدوا رسالة كده من أول جولتين إن إحنا مش جايين نهزر، ربنا يحميهم ويبارك فيهم. يعني فدايما الهاندبول كده حاله خاصه، حاله بتحس انهم، وعلى فكره في الاوض المغلقه بيطالبوا بحقوقهم وعندهم مشاكل ماديه، عندهم كل حاجه في الدنيا.